افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم المعرض الزراعي السعودي 37 بالتزامن مع انطلاق أعمال المعرض التجاري الدولي الثاني للاستزراع المائي. وتشارك في المعرض 33 دولة، حيث يعد ملتقى للتعارف وتطوير العلاقات التجارية ويقدم فرصا وفيرة لقطاعات الغذاء والأعمال والقطاعات الحكومية. افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي المعرض الزراعي السعودي الدولي 37 للزراعة الاستزراع المائي والصناعات الزراعية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الدول المشاركة في هذا المعرض. أولا أنا سعيد جدا بهذا المعرض وبمعرض فيه وبتفاعل المهتمين بالقطاع الزراعي، شو وضح تماما الآن تطابق وتوافق توجهات المستثمرين السعوديين في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي مع استراتيجيات الوزارة ومع تطلعات الوزارة لإنتاج الغذاء، المحافظة على المياه، وأيضا الاستمرار في التنمية الاقتصادية ريفية وزراعية في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن هناك توافق وانسجام كامل بين هذه القطاعات. الإنتاج السمكي بصفة عامة نرى أن هناك في قلقات كبيرة جدا في الكميات وفي النوعية وفي أيضا الكفاءة الإنتاج. يهدف المعرض إلى عرض أحدث الطرق والوسائل الحديثة لتطوير الاستزراع المائي في المملكة وعددا من الصناعات الزراعية من مختلف الدول العالمية التي شاركت لهذه السنة بمشاركات مميزة ومختلفة. صالح العمري، الرياض.